مباراة للتاريخ، مباراة هتفتكرها الأجيال اللي جاية. كل شيء بكرة وارد، وبكرة وفي الرياضة عموما طبعا مفيش مستحيل. جماهير النادي الأهلي بتقول كل الأماني ممكنة، واللي يزيد ويريح الحقيقة إنه النتيجة ما تفرقش معانا قوي بقد ما بيفرق معانا الأداء. بكرة كل شيء جايز، بكرة كل شيء ممكن. حقيقة أحمد يعني في حالة كبيرة من التفاؤل عند جماهير النادي الأهلي، وليه لا؟ يعني كرة القدم ياما شافت والملاعب ياما شافت مفاجآت، احنا عارفين قد إيه يعني كنا فرحانين لما مصر تعادلت مع هولندا وهم أبطال أوروبا، كسبت إيطاليا وهم أبطال العالم، وتعادلنا مع البرازيل لحد الدقيقة 90 وجبنا فيهم 3 أهداف. الجزائر وصلوا وقت إضافي مع ألمانيا في نفس المونديال اللي غلبوا البرازيل فيه 7 وأخدوا الكاس، وكسبوا ألمانيا برضو في مونديال 82 في السنة اللي وصلوا فيها نهائي قدام إيطاليا. حقيقة في ماتشات كتير جدا كسرت كل الحسابات والتوقعات، نفتكر مع حضراتكم مثلا على سبيل المثال الكاميرون اللي كسبت الأرجنتين وهم أبطال العالم وكان معاهم مارادونا. السنغال برضو كررتها مرة تانية بس المرة دي كسبت فرنسا وهما برضو أبطال العالم، الجيل العظيم لفرنسا تياري هنري وزيدان وتريزيجيه وباتريك فييرا. وأكيد ما ننساش لما اليونان خدت بطولة أوروبا من قدام عمالقة القارة، والدنمارك كسبتها وهي ما كانتش متأهلة أصلا وخارجة من التصفيات. كمان بورتو أخدت تشامبيونز في وجود ريال زيدان وفيجو وكارلوس وأرسنال كان أنغي وفييرا وبركامب، وبرشلونة رونالدينيو وتشافي وإنيستا عمالقة، وميلان بيرلو وجاتوزو وتشافيجينكو، واللي وصل قصادهم النهائي كان موناكو وكل الفرق الكبيرة خرجت. البايرن نفسه خسر في الكاس من فريق درجة تانية السنة دي وخرج، والحقيقة معرفش يكسب إشبيلية في السوبر غير لما اتمدت المباراة وكان فيه وقت اضافي. نهائي تشامبيونز ليج كسب 1-0 رغم ان هم كانوا عاملين الموسم ده نتائج اكتر من رائعه قدام تشيلسي وقدام بارسا كبار القاره الاوروبيه. بلباو كمان كسب السوبر من ريال وبرشلونه رغم انه كان اضعف، والريال خرج من الكاس السنه دي من فريق درجه ثالثه. اتلتيكو متصدر الدوري خرج برضو من فريق درجه ثالثه. نيجيريا مثلا كسبت الاولمبياد وهزموا البرازيل والارجنتين، والكاميرون كررتها برضو وفازت بالميداليه الذهبيه. ليفربول خسر طبعا في كاس العالم للانديه قدام ساو باولو، ده كان في 2005، وما قدرش يكسب فلامينجو السنه اللي فاتت غير برضو بعد وقت اضافي وكان الفوز بس بهدف يتيم. برشلونه بقى اعظم سكواد لي اعظم لعيبه لعبت للبارسا، خسر قدام انترناسيونالي البرازيلي في 2006، وتشيلسي برضو على فكره كررها وخسر قدام البرازيلي كورنثيانس في 2012. الملعب في النهايه ما بيعرفش اسماء وما بيعرفش ارقام وما عندوش تحيزات، هم 11 لاعب قصاد 11 لاعب. احنا مش بنطالب باي شيء غير بس ان يكون اداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اداء رجولي، وان هم يقاتلوا ويقدموا افضل ما عندهم طول ال 90 دقيقة، لعب يشرف المصريين ويشرف الأهلاوية، ونبقى فرحانين بالأداء اللي بيقدمه النادي الأهلي للأبد، حتى لو حصل إيه وكانت النتيجة زي ما تكون، لكن في النهاية أعتقد إنه جماهير النادي الأهلي هتكون راضية. كلنا ثقة في ال 11 راجل اللي هنشوفهم في الملعب بكرة قدام بايرن ميونخ.